التليفون ديالك. والله سيدي العيط قدامي اللي جات كاع قال بلي قال سمعت ابرك تصدى لي قاعد في الخط شكون ايه لا لا سي ابراهيم هي الساعه تحرك سي ابراهيم حتى انت راه غتخرج يلا بينا عيد لي الحنين نقول له دابا الحنين ما نمشيو لمراكش واعي فاش مراكش مشى اش داو الناس ديال الفطور صباح الخير وحاش سوق لحد دابا حتى شي جات شي واحد صحكم ما تلاش باش تساوي عندهم مرحبا بالموالي المطار المنتخب الموالي ديال المغرب كامل عند الناس ديال كادير هنا الفطور على حساب السيونس هانتوما الاخوان اللهم بارك انزقره ضربت لك صباح الخير عليكم الاخوان اللهم بارك انتم الاخوان كما كتشاهدوا احنا اليوم يوم الاحد 12 جوان احنا في سوق الاحد باكادير كما العاده غادي نقول لكم اجواء ديال السوق انتم كما كتشوفوا الجنب السوق راه بدات كتعمر السوق راه بدا كيعمر الحمد لله راه اليوم صاب عندنا الجو مضبب الحمد لله وشكر على النعمه هذه انتم الاخوان كما كتشوفوا احنا معنا واحد المولوع اللهم بارك في اكادير المولوع راه في المستوى هو صغير وانا لكن المستوى كبير في الاولى قول لنا السي عبد الرحمن اجي لي دير لي هو في السوق ضرب الجهه اللي سمعوك الناس جيدي اللي نسوي على الاثمنه شويه على سوي على الاثمنه ياك وتولع الله يستر اللهم كما كنقولوا ديما عيش عيش الدرويش الله يستر اللهم بارك الاخوان كما كتهادوا معنا الشق ديال المقنين انتم الاخوان اللي كيسولوا على القريعه تا هما راه دخلوا السوق احد اليوم الصباح اللهم بارك بالنسبه للثمن ديال هذا الاخ 150 درهم عندهم كما كتسمعوا وبلا المرقد ديال هذا واش بلاصه من تارودان الناس اللي كتسول على القرع ديال تارودان فهي السلعه راه موجوده هنا اللهم بارك وبالنسبه لهذا الوطواط هذا شحال ديال الثمن ديالو 100 درهم 100 درهم كما كان شحال عنده رفق القفز هذا شويه شحال عنده تقريبا 3 شهور 3 شهور الاخوان كما كتسمعوا اللهم بارك بالنسبه لدينا الهاتف ديالك مرحبا قول لنا فين الهاتف ديالك 06 16 83 39 03 خصك شي حاجه راه يتواصل معك الله يسر لك الامور الاخوان كتسول على القرع اليوم القرع صباح خاطر في السوق اللهم بارك انتم الاخوان كما كانت وحده معنا هنا البياسات من الاخ شحال هذا السي ابراهيم 150 درهم اللهم بارك انتم الاخوان كما كانت واش مرقد هذا سي تارودان اقول اليوم الساعه ديال تارودان صافي خاطر يا كلشي غيمشي تارودان دابا يصيد ياك اللهم بارك بالنسبة لهاد الجزيرة هذا شحال وصل الثمن ديالو؟ 150 اللهم بارك شحال عنده هذا في القفيز؟ 25 يوم الله يحفظك كما كتسمع اللهم بارك كما كتشوف الطوير هنا بالنسبة لهدا تا هو 150 اللهم بارك وشحال عندو في القفز هدا تا هو الجدورة كاملة 150 الجدورة كاملة 150 درهم هما لي خوان كيما كتلاحظو معانا واحد اخر تا هو 150 درهم لي خوان كيما كتشوفو اللهم بارك راه علي بلي 170 بالنسبة لهاد القري هدا المعزول هنا هدا بدي شحال الثمن ديال هادو 170 درهم لي خوان هدا قديم هدا حقر ياك شحال عنده هذا في القفز؟ 10 ايام في القفز 10 ايام اللهم بارك عليه خاتم حتى هو مرقد تارودان ديالك الاخوان الله يتزكى لنا الطير هذا نصوروه بعد انا انا الاخوان عشاق المقنين عندهم ماشي جدور انا اللهم بارك شحال ساوين هاد الذكوره هادو هنا خلاص الثمن ديالو تقول لي الذكوره الذكوره وانت واحد كوبرا هو هادي كوبرا هادي عندهم الاخوان كما كتشوفوا كوبرا عندها 3 سنين كما كتسمعوا بالنسبه للثمن ديال هاد الكوبرا هادي 700 700 درهم اللهم بارك
هاد الجزر هذا هنا كان فيه 200 درهم الواحد. اللهم بارك. عطينا الهاتف ديال 06 36 56 87 85 89 85. نفس الشيء هذا راه يتواصل معك الله خاص. اللهم بارك. انتم كيما كتشوفوا راه كيتواكل معايا الكره بيناتهم. الله يستر لك الامور. انا الاخوه اللهم بارك على الشق المقري اليوم راه كيما قلت لكم السفره صباح فيه مقرينا الصباح هذا. اللهم بارك كيما كتسمعوا. شحال هذا ابو جماعه؟ 700 درهم. اللهم بارك. عندهم كيما شحال ظرف القفزه عامين هذا عامين اللي عنده. اللهم بارك. انتم الاخوه كيما كتلاحظوا راه الفيره بيضين. اللهم بارك. نزيدوا ليها نرجلوا شحال معنا. وبالنسبه لهذا اللي هنا هذا ديال العام هذا هذا هو العام هذا يا اخوان. اللهم بارك فيما كتشوفوا معنا ها الله تكوبل هذا ياك فرخ. اللهم بارك. انتم هو العام ياك هو العام هذا. اللهم بارك. بالنسبه للثمن ديالو هذا 800 درهم بالقفز الزيرو الاخوان كما كتسمعوا. اللهم بارك. لاتي 06 19 65 60 32. اللي خصو شي حاجه راه يتواصل معك خاص. الله يسر لك الامور. هذا انا بغاو نشوف. اللهم بارك. انتم كما كتلاحظوا معنا هنا انتم الشق مقين القرع صباح هذا الصباح كما قلت لكم في السوق. اللهم بارك. شحال وصلنا دول الخريب بغيت 120 درهم. انتم الاخوان كما كتسمعوا الثمن بدقيق شويه. اللهم بارك. ثلاثه الدنيا هانتوما. وبالنسبة لهادو هنا هادو كيتمن 50 درهم الكرة. 50 درهم هانتوما كيما كتشوفو طائرة التفاحي هنا 50 درهم الحبة. اللهم بارك. الله يسر. عطينا التليفون ديالك. خير اخويا خير. شحال قول؟ 06 96 94 92. اللي خصو شي حاجة راه يتواصل معك. انا خويا عشاق المقرين. اللهم بارك. هانتوما كيما كتشوفو هنا معنا شي بيسات اخرين ديال مقنين. قول لي الثمن ديال هاد البياسه هذا مثلا 130 درهم الاخوان بالنسبه للمرقد ديالو باش مراه تافره وتاع السلعه. اللهم بارك. انتم الاخوان كيما كتشوفوا بالنسبه لدوك الجذوره اللي معاهم كاين واحد الذكر وانتوا تما ياك 150 درهم الحبه الاخوان كيما كتسمعوا. اللهم بارك. فينا الهاتف ديال تبان معنا ولا مرحبا. فينا الهاتف 06 66 09 36 40. نفس الشيء هذا يتواصل معك على الخاص. انا الاخوه اللهم بارك. شي بياسات عشاق ديال ليزانس انتم كما كتلاحظوا معنا هنا شي بياسات هنا كوبلات هادو ياك كوبلات. انتم الاخوه كما كتشوفوا الكوبل ديال صاص روز باربلو. انتم اللهم بارك. كوبل هنا اخرى ديال فيشر. اللهم بارك. بالنسبه للثمن ديال هاد البياسات عندك هنا شحال؟ عطاو 150 درهم الحبه. اللهم بارك. انتم الاخوان كيما كتشوفوا راه كوبلات واجدين عند السيد هنا راه عطاو 150 درهم. والثمن اللي بيع شحال؟ هو 175 درهم الاخوان. الا خصو شي حاجه راه غادي تواصل مع السيد الخاص كيما كتشوفوا البياسات راه نقيم في المستوى ديالهم. عطينا التليفون ديالك 06 68 78 87 82 32. انتم الاخوه اللي خصو شي حاجه راه يتواصل مع الخاص. اللهم بارك. انتم الاخوه اللهم بارك. كما كتشاهدوا هنا انا شي كاسات ديال الرينبو. اللهم بارك. كاسات كبار انتم كامل بالين سبانجل. شحال الثمن ديال هذا السي حسن؟ 80 درهم حتى 100 درهم. اللهم بارك. انتم الاخوه كما كتسمعوا وهذا طرطورين هذو هنا شحال دايرين؟ انتم الاخوه كما كتسمعوا 40 درهم. وبالنسبه للمنظلة المنظلة 40 درهم. ايوا دوك الطرطوري شحال داير؟ 60 درهم الاخوان ماشي 40 درهم كما قال غلط في الثمن. عندهم 60 درهم. اللهم بارك. المنظلة 40 درهم. وبالنسبه لهاد البياسه هادو ديال الليزات هادو الرز هادو شنابر هادو ياك؟ شنابر 150 درهم الاخوان. اللهم بارك. ما بالنسبه لليزانس اش فيهم الكالوبسيت 250 درهم 300 درهم ياك؟ عندهم الاخوان كما كتشوفوا هاد البويل هادو 300 درهم وهاديك الفوقانيه 250 درهم ياك؟ فوقانيه. اللهم بارك. بالنسبه لهاد الكوب الكبيره هنا شحال؟
400 درهم على خوان انتم كيما كتشوفوا المستوى ديال اللهم بارك. انا بالنسبه للكنور بيض هنا عند الاخ حسن نيت هنا كيقول الثمن ديالو 130 درهم بورتور ديال الفايو اللهم بارك تما الاخوان. يعني واحد الشابو تما كيبان ليه عين حمراء. تليفون اسي حسن درنا كلام والله 41 انتم الاخوان كما كتشوفوا السي حسن كما قلت لكم انا صانع الاقفاص هنا في مدينه اكادير خصو شي قفص من نوع اخر كيخدم عند التسعه ديالو فيني اللهم بارك. بالنسبه لذاك لاكاج السي حسن شحال الثمن ديالو؟ 100 درهم الاخوان كما كتسمعوا. ورينا ورينا لاكاج مزيان قرب لنا لاكاج الصوره انا باغي نشوف الاخوان الشاف ديال المقنين انتم الاخوان كما شوفوا العود ديال الشوك هذا غير خدمه مسقونه ما كاينش بزاف الطابي وداك الشيء راه ما كاين عندهم. غادي نقربوا لكم الصوره عندهم كما كتشوفوا دور داك الطاجن ديالو عندو باب عندهم الاخوان كما كتشوفوا صنع اللهم بارك. قلت ما كما قال لكم راه 100 درهم ما خصوش هذا راه يتواصل مع الخاص جميع انواع الفوسه اللي خصو دوك الاطراب اي حاجه راه حسن الخدمه ديالك موالي. عندهم الاخوان اللهم بارك كما كتلاحظوا معنا هنا اخوان السلعه راه موجوده البيروش هذا لقيته موجود والشاري ما كاين. عندهم كما كتشوف السلعه راه مخلطه فيها السبانجل فيها اللاتينو فيها بورتر ديال الريمبو. عندهم كما كتلاحظوا السلعه هنا مخلطه. بالنسبه للثمن ديال هذا شحال اسماعيل؟ ولا اسماعيل الثمن ديال هذا شحال؟ السقر على الله. قول لي انت الثمن شحال؟ ما كيما كتسمع الاخ اسماعيل قال لك كيبغي يجمل هادشي 30 درهم شي علاش ياك اسي اسماعيل؟ هانتوما الاخوان اللي بغا شي حاجه 30 درهم رخا لله اليوم اللهم بارك. كيما قلت لكم راه في بياسه مخلطين هنا اللهم بارك. الله يستر. كاين التليفون ديالك اسي اسماعيل 061 64 21 96 اللي خصو شي حاجه بيجمل يجي عند سي اسماعيل الله يستر اللهم. انا الاخوان اللهم بارك عشاق لي زان سيبارا ما انتم ماشي كوبلات انا الاخ هنا شحال دوك الكوبلات ديال لي زان شحال 350 درهم الكوبلات انتم الاخوان كما كتسمعوا. بالنسبه لهاد الكالوبسيد هذا فرخ ولا رواج؟ كاين رواج اللهم بارك انتم الاخوان كما كتشوفوا. بالنسبه للثمن ديالو 350 درهم اللهم بارك. عطينا الهاتف ديالك ولينا 06 28 72 41 49 41 اللي خصو شي حاجه راه يتواصل مع الاخ الخاص الله يسر لك الامور. امين اخويا. عندهم الاخوان بالنسبه للعشاق الارانب عندهم واحد جوج بياسات اللهم بارك. ولدا الاخ الله يراس ديال هاد القنيه هادو يا دو الغباويين هادو هاكا السميه ديال راس ديال السميه ديالهم ها الغين اللهم بارك انتم كما كتشوفوا هادو هما اللي كيكبروا حتى كيولي الحجم ديالو كبير ياك اللهم بارك. بالنسبه للثمن ديالو 40 درهم عندهم الاخوان اللي بغا شي حاجه راه 40 درهم يتواصل مع الاخ الاغلى هنا مسكين. تينا الهاتف ديالك تليفون والو ياك واللي بغاك قلب عليك عندهم الاخوان ما عندوش ماشي مشكل اللي خصك حاجه راه غيتواصل معك انا على السوق مباشره مره اخرى الله يسر لك الامور. انتم الاخوان اللهم بارك عشاق لي زانس انتم كما كتشوفوا السلعه راه موجوده اليوم في السوق ديال لي زانس. شحال واصلين هاد البياسات اصلا؟ 150 درهم الحبه انتم الاخوان كما كتشوفوا. هادو شني برات ولا هادو شني برات اللهم بارك كما كتسمعوا الاخوان شني برات. قول لنا التليفون ديالك سير 06 66 38 52 51 خصو شي حاجه راه يتواصل معك الله يسر. وبالنسبه للعشاق كنر بيض هانتوما كما كتشوفوا الاخوان السلعه نقيه اللهم بارك. شحال دوك البياسات البيضين هذا؟ انتوا هذيك الثانيه هذه فيها الباك 3600 والاخرين 150 درهم اللهم بارك. انا كنشوف الاخوه اللهم البياسات راه نقيين في المستوى اللهم بارك. 2400 هذوك اللي فيهم بيض الكريك؟ لا الثانية هذوك الصفرين عندهم الاخوان اللهم بارك. قول لنا الهاتف ديالك التليفون 06 بان معنا بان معنا باش بيدوز معنا في 06 55 58 58
67 نفس الهضره يتواصل معك على الخاص اللهم بارك الله يسر لك الامور. بالنسبة لعشاق البرجي انتم الاخوة اللهم بارك شي بياسات ديال الهوكو هنا اشحال هاد البياسات ديال الهوكو؟ شحال؟ 150 درهم من 150 درهم حتى 300 درهم انتم كما كتسمعوا الاخوان البياسات عندهم كما كتشاهدوا معنا هنا اللهم بارك عندهم المستوى ديالهم الله يسر الامور وبالنسبة لهذيك الدوبل فاكتور هذيك الله يسر لك الامور شحال هذيك؟ 70 درهم الاخوان كما كتسمعوا انتم البياسه في دايره عطينا الهاتف ديالك 06 46 97 32 خصو شي حاجه راه يتواصل معاك داكشي اللي المهم اللي خصو شي حاجه راه يتواصل معاك راه كاين عنده سلعه اخرى في الدار اللهم بارك عليهم انا اخوان عشاق البرجي اللهم بارك انتم شي بياسات ديال الرينبو على الاخ هنا اللهم بارك شوفوا المستوى ديالهم ياس المستوى الله يسر لي الامور اشحال وصل هاد البياس هادو هادو عندكم هادو 100 درهم اليوم 100 درهم اليوم انتم الاخوان السوق راه طايح اليوم والسلعه راه ناقصه والحمد لله انتم كما كتشوفوا هاد البياس هادو في المستوى راه ديال اليوم 100 درهم اللهم بارك كما كتشوفوا وبالنسبه لهاد الثانيين هادو 30 درهم الاخوة كما كتسمعوا بياسات في انتم اللي خصو شي حاجه راه كلشي سبانكل انتم كلشي بياسات ملاح اللهم بارك كريمينو والتما كما قال راه رخا لله انتم اللوطينو حتى هي اللهم بارك البينو الله يسر الامور دبل فاكتور هاهوما حتى هما هنا بالنسبة للهاتف ديالك 06 61 30 32 38 56 الله يسر لك الامور خصك شي حاجه راه يتواصل معك على الخاص عندهم كما كتشوف لك البياسات راه في المستوى الثمن راه 100 درهم كما قال والسلعه راه نقيه وكارونتي انا والعشاق له قول اللهم بارك عندهم كما كتشرح لهم على انا شي بياسات في المستوى ديالهم اخ عبد الكبير قول اخ عبد الكبير الثمن ديال هاد البياسه كاين عندك هنا 300 درهم ياك انت كما كتسمعوا الاخوان انتم اللهم بارك راح نمشيو هنا لوبالين كما كتشوفوا معنا هنا الاخوان الثمن راه قال لكم 300 درهم ياك اصيب لك اللهم بارك بالنسبه لهذ البياسات الاخرين 200 درهم اخوان عشاق البرجي اللهم بارك انتم شي بياسات ديال الرينبو على الاخ هنا اللهم بارك شوفوا المستوى ديالهم ياس المستوى الله يسر لي الامور اشحال وصل هاد البياس هادو هادو عندكم هادو 100 درهم اليوم 100 درهم اليوم انتم الاخوان السوق راه طايح اليوم والسلعه راه ناقصه والحمد لله انتم كما كتشوفوا هاد البياس هادو في المستوى راه ديال اليوم 100 درهم اللهم بارك كما كتشوفوا وبالنسبه لهاد الثانيين هادو 30 درهم الاخوة كما كتسمعوا بياسات في انتم اللي خصو شي حاجه راه كلشي سبانكل انتم كلشي بياسات ملاح اللهم بارك كريمينو والتما كما قال راه رخا لله انتم اللوطينو حتى هي اللهم بارك البينو الله يسر الامور دبل فاكتور هاهو ما حتى هما هنا بالنسبه للهاتف ديالك 06 61 30 32 38 56 الله يسر لك الامور خصك شي حاجه راه يتواصل معك على الخاص عندهم كما كتشوف لك البياسات راه في المستوى الثمن راه 100 درهم كما قال والسلعه راه نقيه وكارونتي انا الاخوه اللهم بارك نسمع الشق لي جانس عندهم كما كتشوف شي بياسات انا قول لي الاخ لي راس لي عندك هنا بيرسونات هادو ها مخلطين ياك ها انتم الاخوان كما كتشوفوا بياسات مخلطين وبالنسبه للثمنه ديالهم اللي عندك هنا هادو نخرجهم مجموعين هادو كوبلات قول لي ها انت باش نتفقوا على هادو كوبلات درهم البياسه باش طيحين جمله ها انتم الاخوان بالنسبه قول لي انا الثمن ديال الكوبل الثمن الكوبل 400 ديال الكوبل 400 درهم 400 درهم ها انت شنو نعرفوا انتم الاخوان كما بالنسبه لهاد الكوبل هادي 600 درهم انتم كما كتسمعوا الاخوان اللهم بارك بالنسبه لهاد الاخرى هادي هنا 600 درهم انتم كلشي هادو 600 درهم انتم الاخوان اللهم بارك ها انتم الاخوان كما كتشوفوا هادو الكوبلات كلهم عند هاد الاخ هادو الثمن ديالهم 600 درهم اللهم بارك انتم الاخوان كوبل اخرى هنا اللهم بارك كما قلت لكم الان اليوم راه لي زانس موجودين في السوق بالنسبه لنا اللي كيسوي على الكوبلات هما راه كما قال الاخ راه كوبلات كارونتي وبالنسبه لهاد البرودوي الاخ قول لنا شي معلومات عليه هذا ها
هذا ديال التكيلي هذاوي الناس اللي كتدريسي الشويرات هانتوما حتى بغيت انت قول لينا ديال هذا ديال الزيت هذا ديال الدريسه هذا بالنسبه للطير اللي عنده الريش ناقص هذا اللي عنده الريش ناقص ايوه هادي عادي هادو العاديين هادو هانتوما الاخوان كيما كتسمعوا الاخر قال لكم كل بروديسيون رجال خصك شي حاجه راه غيتواصل مع الخاص عطينا الهاتف ديالك 0649 57 57 09 20 خصك شي حاجه تواصل معك على الخاص وتحياتي اخويا مرحبا الله اللهم بارك على الاخوان كيما كتشاهدوا معنا الاخ ايوب احد المولعين اللي هناك اكادير اختصاص لوغو وكالوبسي من السي ايوب الرأي ديالك اليوم على السوق اش بان لك ديال الحركه اليوم ديال السوق السوق ما نقولوا ناقص ما نقولوا مزيان بين وبين دابا الناس كتسول العواشر دابا كاين الواحد كيجي عندك كيسولك على الحاجه كتقول له ديال الثمن كيقول لك راه بزاف العواشر هذه العواشر على كل شيء ماشي عليك انت ولا على هذا ولا يعني السوق تجي تقضي غرض وصافي تجي تقضي غرض يعني ما غاديش تقول راه العواشر هذه ولا غادي تلقى راه الخاوله الثمن اللي كاين راه ديما كاين بالنسبه لهذا الصداع هذا اللي شفنا دابا وقع في السوق هنا شنو هو السبب ديالو الصداع النظام ما كاينش يعني النظام فاش كيكون النظام فاش كيكون كل واحد شاد بلاصتو كل واحد شاد تسميتو راه ما كيكونش الصداع يعني فاش كيكون الاخوان راه كنا حاكمين السوق اي سي مصطفى كان شاد فاش كان شاد السوق راه كاين نظام كل واحد عارف بلاصتو كل واحد شاد بلاصتو كل واحد عنده الثقه ديالو يعني ماشي واحد كيجي كيحط الاخر كيقول لي اودي لا راه هذه بلاصتي ما بلاصتي يعني كل واحد عارف بلاصتو دابا جاو هنا لهاد العشوائيه اللي كيطالبوا بالشارع خليناهم جاو على خاطرهم شفنا معاهم هانتوما دابا النتائج راه كنشوفوها ودابا كتبان من القيمه ديال بنادم كيكون السوق منظم وكلشي اي والله الله يحاسبو وكنتمناو من اخواني ينظموا ريوسهم بريوسهم ما يتسناش شي واحد والله قريب ان شاء الله الدس سايب غادي ينتقل المكان دابا راه خليتهم على خاطرهم اي ان شاء الله حنا انت كما كتشوف انت شوف الشارع انتما سيارات الاجراء انتما كما كتشوف الاخوان كانوا مدازين ديك الساعه تما انتما هي غير هو بالنسبه لهذا السوق هذا راه شويه خطير على الناس اللي كيجيو يشريو حيت ما بقاو كيجيو هذا هو الاشكال ما قدر هذا ماشي دابا كاين هاد البلاصه كيدوزو فيها الطاكسيات بزاف وراك عارفين صحاب الطاكسيات راه ما كيشوروش اللهم بارك صحاب الطاكسيات هو كل واحد كل واحد كيسبق على باغي يشد بلاصتو كل واحد يعني خطير على الناس اللي كيجيو لهذا السوق هذا ماشي بحال الناس اللي كيبيعوا الناس اللي كيبيعوا راه كاينين فوق التريطوار يعني الناس اللي بغا يشري كيوقف فوق الشانطي يعني راه جاي فوق التريطوار وصيد البلاصه اللي ما فين يدوز لبنان المهم هذه راه شهاده من الاخ ايوب كنشكركم الاخوان كنشكرك اخو ايوب على التدخل ما كرهناش حنا نمشيو للبلاصه اللي اختار سي مصطفى تما كاين اتساع ما كاينش الريسك ما كاين طوموبيلات لا والو يعني كاين اتساع حتى الناس اللي غايجيو يشريو والناس اللي غايجيو يشوفوا ما غاديش يريسكيو بريوسهم كاين فين يوقفوا الاخوان وكاين اتساع هذا ما كان كما سمعتوا الاخوان الشهاده ديال اخوان ايوب كنشكرك اخويا ايوب تحياتي السلام عليكم اللهم بارك عشاق الدريساج انتم الاخوان كما كتشوفوا هنا في الكياسات ديال الدريساج نتمنى عشاق الكالوبسي انتم كما كتشوفوا اخر طريقه باش كيوكل اللهم بارك كما كتلاحظوا معنا بالنسبه للطريقه باش كتوكل كدوزي المكان من اليمن ديالو اليمن ماشي من اليسر طولي مسر بلاصه التنفس هي ديريكت هانتوما الاخوان بالنسبه لهاد البياسه هادو شحال الثمن ديالو؟ هادوك 220 درهم اخر اللهم بارك هانتوما كما كتشاهدوا معنا تبارك الله اللهم بارك قول لنا التليفون ديالك 06 07 اللي عندك 07 07 07 61 04 96 نفس الشهادة راه يتواصل معك مرحبا خويا مرحبا تحياتي بسم الله الله راه عندهم الاخوان عشاق يلا كالفا عندهم كيما عطيتكم بالنسبة للثمنة ديالهم 80 درهم كاين 100 80 درهم حتى 100 درهم انتم الاخوان كما كتشوفوا اللهم بارك وشي بياسات ديال المونو شحال حتى هما 50 درهم بالنسبه للمونو اللهم بارك لي تورتورين 100 درهم الاخوان فاناشي 150 درهم اللهم بارك انتم الاخوان كما كتسمعوا بالنسبه لهاد الكالوبسيت عندك هنا شحال واصلين هاد فاس بلونش 650 درهم اللوطينو 300 درهم هانتوما الاخوان اللهم بارك والحبشي 300 درهم حتى هو
عطينا التليفون ديالك السي خالد. التليفون ديالك 06 10 22 66 56 58. الله يسر لك الامور. الاخ احمد كما بان اليوم ياك الله يسر لك الدنيا في الجو شويه على السوق. الله يسر لك السي خالد، كنشكروك. الله يعطيك الخير. انا الشق الكاكاريكي اللهم بارك انتما تسوعد كوبلة هذيك السياسي ديال الكاكاريكي ياك. اللهم بارك انتما. شحال وصل الثمن ديالها؟ 1200. شحال؟ 1200 درهم الاخوان كما كتلاحظوا. انا اللهم بارك. بالنسبة لهذوك الكالوبسيت؟ الكالوبسيت 250. 250 درهم كلشي بحال بحال ياك. انتما الاخوان اللهم بارك كما كتشوفوا قصة الكالوبسيت 250 درهم. اللهم بارك. الله يسر لك الامور. قول لي بالنسبه لهاد البيس عندك انا هادي ديال موزايك هادي شحال الثمن ديالها؟ 200 درهم. 200 درهم علي خونا كيما كتشوف راه انت وهادي بنت العام اللهم بارك. وبالنسبه لهاد البيس هادي اورونج؟ اورونج شيمين شحال؟ 170 درهم. الله يسر الامور الله يحفظك. عطيني التليفون ديالك 06 41 51 06 86. الله يسر لك الامور قد السياسيين الله يحفظك. وقول لي بغيت نسولك اليوم اش بان لك في السوق عاوتاني؟ عطيني الراي ديالك على قضية السوق كما العاده. كما العاده يا بيه. ماشي لا نظام ماشي لا تشوف كلشي الطاكسيات هذا الطاكسيات شناهم ساكن عاوتاني نفس المشكل كيتعاود هما من الاسبوع لاسبوع. الطاكسيات دابا كيدوزو كيتلاكسون ما كاينش اتساع ما كاينش نظام. الحمد لله حنا المهم ان شاء الله غادي عاوتاني نرجعوا نتحكموا في السوق ان شاء الله كما العاده كما قلت لكم سابقا. دابا راه خليناهم على خاطرهم باش يجربوا بان داك الشيء اللي قلنا لهم راه هو اللي كاين. لا شوف ولا كثير دابا راه كيطالب كيقول لي نعاودوا نرجعوا للفوق. لا لا قريب ان شاء الله غادي الجمعيه راه غتشدوا ديال صحاب الحمل الزاي يشدوا على وصل النهائي عند البلديه وغادي نحولوا ان شاء الله البلاصه. حنا خليتهم انا على خاطرهم اخويا ياسين توكاني. شوف دابا راه كيطالبوا بالمكان نرجعوا للمكان اللي لقيتني. ايوا الحمد لله الله يسر لك اودي ياسين تحياتي. وهذاك ما يخافوا السيد الله يهديك ما يخافوا المال. حنا ما عارفين مع من نشوفوا حنا مع السي انوار. عارف اش واش على انا يلاه بادي فا داكشي عارف كلشي انا شكون اللي السي انوار الله يسر الامور. يا الغابه حرتت والو ياك الله يجعل البركة. اشحال وصل ذاك الخير؟ اشحال وصل؟ عندهم الاخوة اللهم بارك. الناس كتقلب على القرى دور الله دخلوا مع السوق ياك السي انوار خربتيها عاوتاني. الله يلاه معايا قول انوار صار معطل 120 يا 20 انوار هادو اقول السي الناس ثمن والسي انوار انوار واش بيت بيع والثمن للناس انا شكون يبغى السي واقف السي 120 درهم دابا في القرعه اذكر اذكر مليح بين الفرص بين الملاحه والشيء اللي بغيتو في يولا فيدي شوف مرقد هذا فين لقيتي عاوتاني هاد البلاصه هادي؟ ضر ضر فين؟ والو ودا جيت اخنفوف اخنفوف اللهم بارك بس يعني جديدة عندك ودا اخنفوف بالله اي راه شكون لا لا بلا ما نديرها في اليوتيوب عندي راه في جوجل. الله يسر لك ودا الاخوان عشاق كالوبسيت اللهم بارك. الناس كتسول على كالوبسيت عرفتي شنو برات هنا اللهم بارك. بالنسبه للثمن ديال هذا يوسف قال لك هادو 220 ياك. بالنسبه لهادو فاس بلونش 350 درهم عندهم الاخوان كما كنشوفوا اللهم بارك. بالنسبه للاخرين راه 220 درهم كيف كيفهم في الحاب الشيء وفايت ماشي مشكل الله يرحمك سميحه كما كتشوفوا الاخوان بياسات في المستوى اللهم بارك. بالنسبه للتليفون السي يوسف ديالك انت هاني اللي خصك اجرى تعيط ليه 06 58 52 02 05 55 55 اللي خصك شي اجرى غيتواصل معاك انت هاني تقضي معاه الغرض.
بالنسبه للعشاق البرج عندهم الاخوه شي بياسات ديال لوطينو اللهم بارك بياسات ديال السبانجل شحال هاد بياسات لوطينو السعيد 40 درهم انتم الاخوه اللهم بارك ما كتشوفوا الثمن راه طايح اليوم كما كنقول لكم في السوق عندهم كما كتشوفوا بياسات راه نقيين والثمن راه طايح 40 درهم السبانجل ولا صاوي 40 درهم ثم كما قلتينا التليفون ديالك سعيد 06 10 17 36 71 اللهم بارك اوكي بان لك السوق اليوم السعيد اش كاين حركه السوق اليوم زوين ياك ولدي قول لي كاين الشاري والو الله يسر لك اليوم القضيه كندوزو النهار هنا وصافي واش غادي عندك غاتسلك راه الصيف كاين الطيور سلعه كثيره هذا الشيء اللي داير الصيف هذا عباد الله كتقلب كل شيء غير تفك اش غادي ديروا ما عندكم غاتسلكوا صبر مع هذا اللي في الرزق راه غيديه بنان السوق راه كنجيبو السلعه داكشي اللي كان المهم بنا خصو يحضر للسوق على شي عجله كيشريها ايوا لا لا حاجه وبالنسبه للسوق هنا في الشارع شنو هو الراي ديالك انت الشارع الطريق كيحبس الطوموبيلات كيسو غير شغل الزحام انتم كما قال لكم الاخ سعيد عندهم كما كتشوفوا اللهم بارك عشاق البادجي عندهم شي بيسات ديال الكريمين اللهم بارك كما كتشوفوا بيسات ديال اللوتينو بيسات اللهم بارك في المستوى شحال هادو اخي سعيد 50 درهم عندهم الاخوان كما كنسمعوا اللهم بارك كريمين 50 كل شيء 50 درهم ياك بالنسبه لهذيك الزويجه اللي لهيه 80 درهم انتم الاخوان كما كتلاحظوا معنا بالنسبه عندنا الهاتف ديالك الهاتف ديالك سعيد 06 61 83 95 37 37 يتواصل معك على الخاص تحياتي.